بارك لك طبعا على انضمامك للزمالك الله في يبارك البداية، حضرتك، الله يبارك في حضرتك. وعايزك بقى تقول لي انتقلت للزمالك ازاي، المفاوضات جت ازاي، حاجات كبيرة كده. هو في الاول كده كنت انا اول ما سافرت النادي وفاء عين توتا كانت في بطولة افريقيا، سافرت على طول على بطولة افريقيا. فهناك كانت مباراة الزمالك مع سكيجدا في السيمي فاينال، كان كابتن حسن اتكلم معايا وكابتن مجدي والمجد، وقالوا لي ان هم محتاجيني الموسم اللي جاي ان شاء الله بس. وكانت المفاوضات بقى بيني وبين كابتن حسن، يعني هو كان انا وضحت له انا الدوري بتاعي هيخلص امتى وهخلص وهنزل، ان انا كنت هنزل شهر 7 بس ما كنت بتكلم مع كابتن حسن، قال لي لو تعرف تنزل قبل كده. فعرفت ان انا انزل قبل كده، ووصلت يوم الخميس الفجر الخميس يعني، صحيت على طول كابتن حسن كلمني وقال لي تعالى واتكلمنا مع بعض يعني، والحمد لله يعني مضيت في نادي الزمالك. انت لاعب دايرة. قول لي، طيب يعني كان عندك عروض تانية جات لك؟ جالي وانا هناك في الجزائر فريق في السعودية نادي اسمه المحيط، وفريق العربي القطري، وفي فرقتين تانيين غير وفاء عين توتا من الجزائر. جالك من مصر حاجة؟ جالي 4 أندية، جالي هليوبلس وجالي الزهور وجالي سموحة تاني، و في فريق تاني مش فاكر والله، بس هو جالي الأندية دي، وكان بالنسبة لي أحسن حاجة الزمالك يعني. فأنا إن أنا أجي الزمالك طبعا دي خطوة كانت بالنسبة لي مهمة جدا في الفترة اللي جاية، لأن ده أحسن وقت إن أنا أجي فيه الزمالك بالنسبة لي. عايز ألعب أكتر، عايز اكتسب خبرات، عايز اتعلم اكتر طبعا، فدي احسن حاجه بالنسبه لي ان انت شاء الله. زملكاوي؟ ماشي. طيب قولي، انت مواليد كام؟ 2000. 2000. وبدأت كرة يد امتى؟ انا كنت اخويا كان بيلعب في نادي الزمالك، كان 97 98 فريق، كنت انا لسه عندي 5 سنين. اوكي. كنت بقى بنزل اتمرن معاهم كده، بعد كده اخويا راح نادي اكتوبر بقى، فروحت بدأت في اكتوبر. انا قعدت في اكتوبر 13 سنه 16 سنة 16 سنة 16 سنة. 16 سنة بعد كده رحت نادي الزهور، بعد كده رحت نادي سموحة، وفي نص السيزون بتاع نادي سموحة سافرت الجزائر. اوكي. طيب انت يعني انت طبعا قلت لي ان مركزك دايرة، صح؟ تمام. قول لي، انت لما اخترت انك تلعب كرة يد كان بناء عشان اخوك يعني، واخوك كان دايرة برضو؟ لا اخويا كان باك ليفت، باك ليفت. بس انا حبيت اللعبه جدا يعني، انا كنت لسه صغير قوي، كنت بقعد اقول له علمني عايزها، هي لعبه انا كنت بحبها قوي من وانا صغير. وانا حتى انا اخويا كان برضو بيلعب وبطل فتره يعني، بعد فتره كبيره بطل، انا اللي كنت مصمم ان انا لا هكمل، ان انا ان شاء الله هكون حاجه فيها ان شاء الله. وكان طبعا في مدربين كتير بتقولي لا، ما يعني انا فتره اكتوبر دي كان بيجي لي عروض كتير بس ما كنتش بعرف اطلع خالص. فكانت في مدربين، ليه بقى؟ لان انا كنت في النادي يعني، انا ما ينفع ما عنديش عقد لسه، كنت انا في المرتبط، فهو النادي اللي بيتحكم فيا. ففي مدربين كتير قوي كانت بتقول لا كمل، كنت انا صراحه يعني في اوقات صغيره بيأس ان انا ما خلاص. تيأس. لكن كان في مدربين كتير قوي زي كابتن محمد عبد الكريم، في كابتن طارق، في كابتن طبعا سيد. كابتن محمد عبد الكريم ده حبيبنا. فهو كان الناس طبعا ده فرقت معايا يعني، وكابتن طارق وكابتن سيد، مش عايز انسى حد طبعا يعني، بس كان بيقول لي لا كمل، وكابتن عبد الكريم كان بالذات يقول لي انت هتروح الزمالك. فحتى كان بيتكلم معايا قبل ما انزل من الجزيره، وما كانش يعرف حاجه قوي عن الموضوع، وقال لي ان شاء الله الزمالك هيكلمك يعني.